يا اخوان، نيترات الامونيوم ما بينفجر بدون انفجار. لو شعلته بالنار يعني اللحم الكهرباء كله كذب. هذا نيترات الامونيوم هي مواد متفجره تتفجر بتفجير، يعني باللغه العسكريه احنا بنسميه صاعق. يعني مثلا عندنا نص كيلو ديناميت بنحط له كبسونه بتفجره، لنص الكيلو ديناميت بس ينفجر الكبسونه بتفجر الديناميت معه. والانفجار اذا ما كان بمكان مضغوط ما بيعطي هالزخم، يعني مخزنين بمحل مضغوط مقطوع عنه الهواء وصار في انفجار تفجرون. هلا شو هو هالانفجار؟ ما بعرف، بيسوى يكون صاروخ مثل ما عم يحكوا، بيسوى انا ما بقدر، يعني التحقيق والخبراء بك بيقولوا. بس لا تتفجر نيترات الامونيوم بدون تفجير، حتى ما بتحترق، ولعها بالنار ما بتحترق، بدها تفجير تفجرها، في شيء فجرها. شو هالشيء؟ خلينا ننطر تحقيق. بس كل اللي عم ثلاث ارباع عم يحكوا الدوله كذب. في شك انه مفجر من برا. وليش مخزني هونيك؟ مين جابها؟ ومين حطها؟ ولصالح مين؟ ومن امتين؟ ومين معه خبر وساكت؟ هيدا اللي حكينا امبارح على التلفزيون، كل واحد معه خبر وساكت من 2012 وما اخذ اجراء، بده تعليق بصيحه الشهداء. بعتذر عن التعبير.